السؤال لما بتبقى في نجوم كبار يعني طارق لطفي نجم كبير، خالد الصاوي نجم كبير، فتحي عبد الوهاب نجم كبير، ثلاثة كبار، هل وجود نجوم كبار في عمل بيزيد بيأثر يعني بيؤدي إلى المزيد من النجاح طبعاً، ولا بيبقى النظرية إزاي فيه؟ طبعاً طبعاً. وأنت ما عندكش الحسبة دي أظن يا طارق. لا 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 خالص، بالعكس أنا بجد من الأعمال القليلة جداً. أستاذ نبيل حلفاوي طبعاً، ده أستاذ حنان مطاوع يعني، وشيرين، وحتى في شباب رائعين في المسلسل ده، استضفتهم وكرمتهم فلنا الحقيقة كانوا هايلين جداً جداً. فبالعكس أنا نفسي التجربة دي تكمل. وعايز أقول لك إن لما تقلي على التركيبة دي أنا قلت صعب قوي إنها تتنفس، لأن خمسة في أفيش بالشكل ده، ده موضوع صعب قوي، وكل حد عنده طموحه، وكل حد فنان بجد وجامد بجد ونجم بجد، فإنهم كلنا نوافق، فدي حالة من حالة الفهم، إنك فعلا لما هتشتغل محدش منهم قلق، محدش منهم تحفظ، قالك لا مفيش داعي، بالعكس كله فرح، لأنهم هم مخلصين قوي للشغلانة، ما عندهمش الحسابات اللي ما فيهاش حب الشغلانه، حب انك تبقى ترند، انك تبقى واتيفر، لا دول ناس بيشتغلوا علشان هم براندات الحقيقه، كل اسم من دول براند، فما خدش خالص منهم تفكير اي حد على الاطلاق، كله قال جدا، واحنا كلنا كنا رايحين بجد مستمتعين. طبعا كلنا قلقانين من بعض، انا لازم يعني تقلق من خالد ولا من فتحي ولا من الاستاذ نبيل، هتلاقيها منين ولا منين ولا من حنان، كلهم ممثلين جامدين قوي، ونفس المشاعر دي عند كل واحد فينا، فكان في الاخر بيطلع مشهد حلو انت بتتفرج عليه وانت مبسوط كممثل، مش هقول لك يعني كمتفرج، كممثل يعني. ساعات انت قاعد تقول الله عليك يا خالد مثلا، طبعا حصل، يعني خالد عجبك في ايه؟ قول لي كده كل واحد من دول مشهد عجبك ليه؟ لا طبعا، غير طبعا هو طبعا كل شغله هايل، بس ايه اللي جعل مزاجك قوي بقى؟ واحنا في الحلقه اللي هي اللي احنا الاربعه، خالد عمل كم رياكشنات لما انا كنت بحكي له على ابنك وبنتك اللي بتعلم سباحه ومراتك اللي مش، انا خفت، انا قلقت من خالد، لان خالد وراني في لحظه هو بيشوف بنته وابنه ومراته، يعني هو واصل لايه، هو احنا مخترق كاب وكرجل امن، انا شفت كل ده في صمت خالد وانا بتكلم، فكان بالنسبه لي يا نهار اسود انت ازاي بتعمل كده. اخبار ياسين ابنك ايه؟ عامل ايه في تدريبات التنس يا اخي؟ مش تاخد بالك منه شويه؟ وبعدين قول له بلاش يتهور لحسن يكسر دراعه وهو بيلعب، عكس جومان اخته خالص، بتخاف من الميه ومطلعه عين المدرب بتاعها. عارف يا عادل، لو غيرته البتاعه الصفرة اللي بتساعدها دي احتمال تتجرأ، ولا الخوف عندهم وراسي؟ لا عارف يا رمزي، تشر يا رمزي، انت كده دخلت في الغلط، وكده بقى مش هيمنعني عنك اي حاجه، ولا عشره ولا الجن الازرق. ايه هتقتلني؟ انت مش ربك القانون راح فين؟ ولا مستغربه يا اخي ان هو متضايق ان ربنا هدى المدام رمزي وحفظت 17 جزء في المقرأة اللي بتروحها بانتظام؟ سبحان الله يا اخي، يخلق من مرات فرعون اسيا. رمزي رمزي، زي ما انتم مؤسسه احنا كمان مؤسسه، زي ما انت بتعرف تجيب معلومه انا كمان بجيب معلومه، الفرق اللي بيني وبينك ان احنا ما عندناش مكاتب ولا بناخد اوامر من بشر زينا، احنا احكامنا شرعيه من فوق وهتتنفس. رمزي وهانت. عادل 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 لو سمحتوا يا جماعه، رمزي من فضلك عادل، يا ريت يا جماعه نمسك اعصابنا شويه، من فضلكم من فضلكم لو سمحت يا عادل، يا جماعه انتوا في بيتي، انتوا في بيتي، انا مش عايز مشاكل، من فضلكم. الجمجمه دي فيها عقل ذكي، بس العقل ده فيه شر يدمر عالم بحاله.